ندخل مع بعد كده على بعد برج الحمل الثور. عندنا ايه؟ برج الثور، برج الثور انا بحبه برضو جدا. هو برج راسي كده وهادي، وعارف هو بيعمل، هو عكس الحمل خالص، عنده بلانز، عارف هو عايز ايه من الدنيا وعارف يوصل لها ازاي. صبور جدا جدا جدا، يعني اي حد في حياتك برج الثور تحس ان هو شخص صبور، ويعني عارف الهدف بتاعه هيوصله امتى وازاي. بس عنيد، عنيد جدا، ده هي من دي مشكلة عيوبه. برج الثور، واللي بيتعامل مع برج الثور لازم يبقى عارف ان هو برج عنيد. برافو عليك. وكلامه من نفسه، ايوه، ما بيحبش ان هو ياخد نصيحة او ان هو شخصيته قوية. هو برضو من الابراج اللي عندها ليدرشيب سكيلز، عندهم قدرة قيادية رائعة. غامض، ما تقدريش تفهميه، ما تعرفيش هو بيفكر ازاي، ودايما يبان اكبر من سنه. حتى طفل برج الثور تحس ان هو عاقل كده، انا بنتي برج الثور يعني مش عشان كده بقول لك ان هو صعب جدا. اصلا يعني بقول لها انت تاريخ ميلادك امتى؟ بتقولي اي نو، انا تورس اصلا. شفتي يعني بقت مثقفه جدا وشاطره. برج الثور كمان من الابراج اللي تقدري بيشيلوا مسؤوليه كويس قوي، يعني هم بيعرفوا يتحملوا مسؤوليه حتى من هم صغيرين. رجل وامراه الثور يعتمد عليهم، ولبق جدا، بيعرف يتكلم كويس، بيعرف بيتكلم بثقه. هو برضو من الابراج الواثقه في نفسها، يعني دايما حتى القاده والرؤساء الدول هتلاقي منهم ثور، يعني مرشح ان هو يمسك منصب زيه زي الحمل على فكره. يعني الاثنين بيشتركوا في النقطه دي، بس هم عكس بعض. ان الثور دايما تحس ان هو عايز يبقى عنده بلانز، عايز يوصل لحاجه. هو ما يعرفش يمشي من غير بلانز، لازم وبيبلان كمان حاجه شورت تيرم، يعني حاجه قصيره وحاجه طويله. برج الثور رومانسي جدا، يعني هو من الابراج اللي تعتبر برج رومانسي، مع ان هو ترابي، بس هو اكثر الابراج الترابيه رومانسيه يعني. عيوبه بقى زي ما انت حضرتك قلتي كده، عنيد جدا جدا جدا، ما بيحبش حد يمشي رايه عليه. دايما ممكن تحس انه مش عاطفي شويه في حته يعني عنده، مش هقول انانيه، بس يعني الفلوس مهمه بالنسبه لبرج الثور، ان هو يعمل فلوس دي حاجه مهمه جدا بالنسبه له. غيور بشكل مش طبيعي، يعني بيغير حتى ان هو مش عايز حد يكمبيت معاه، او مش عايز حد ينافسه. وغير كده بيغير على هو بيحب، بيبقى غيرته غيره قاتله. يعني الله يكون في عون الستات المرتبطين برجل الثور. انا بعتبره من اكتر الابراج الغيوره، وعنده حب تملك قوي جدا يعني. طب الحظ بالنسبه للزواج لبرج الثور؟ برج الثور بقى انا هقول ان السنه دي من اكتر السنين حظا فيها برج الثور. عنده حظ حلو جدا جدا ان شاء الله باذن الله. عنده زي ما يكون بيكتشف نفسه من جديد، عارفه اللي هو كانه بيكسر الحواجز والقيود. عنده حتى في العمل عنده اوبورتيونيتيز، عنده استثمارات. يعني لو حد عنده شركات او عنده فلوس كويسه جدا داخله للثور، عنده استثمارات كويسه جدا، التجاره، ممكن كمان سفر كتير يعني. وفي موضوع الحب انا شايفه الثور عنده اوبورتيونيتي او فرصه كبيره جدا يرتبط من حد من جنسيه تانية او من بلد تانية. وعنده كمان ممكن يكون في كوميونيكيشن او في اتصالات مع دول خارجيه، يعني ممكن يشتغل في حاجه ليها علاقه بره، يسافر يشتغل بره، بس في اتصالات في دوله تانية غير الدوله او غير البلد اللي هو عايش فيها. بس انا جنرالي انا شايفاها سنه ممتازه جدا على كل الاصعده، وسبيشالي الاصعده الماليه. يعني هيجي له فلوس كده فجاه ما كانش عامل حسابها برج الثور، مثلا فلوس كانت متاخره ليه هتجي له. لا يعني انا شايفاها سنه سعيده جدا. وفي الحب كمان شايفه عنده اوبورتيونيتي ان هو يقابل حد جديد يعني.